أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل النشرة. وكلاء السيارات يسرحون الموظفين بعد قرار الحكومة فرض دفتر الشروط الجديد ورفع الضريبة على السيارات الجديدة. بالمقابل يشكل التراجع الكبير للمبيعات أكبر حجة تدفع المسؤولين إلى الاستغناء عن العمال. أزمة حقيقية يتخبط فيها وكلاء السيارات، عشرة العمال فقدوا مناصبهم وآخرون مهددون. فالقرار الوزاري المشترك القاضي بتحرير المركبات المحتجزة في الموانئ لم يثني العديد منهم عن مواصلة سياسة تسريح العمال التي شرعوا فيها منذ نحو أربعة أشهر بسبب انهيار مبيعات السيارات التي تراجعت خلال السداسي الأول من العام الجاري بأكثر من 40%. مصادر مسؤولة من جمعية وكلاء السيارات كشفت لقناة الخبر أن عددا كبيرا من الوكلاء أعدوا قوائم جديدة لتسريح عشرات العمال في ظل استمرار الأزمة التي خلفتها الإجراءات الجديدة للحكومة، وعلى رأسها دفتر الشروط الجديد ورفع الضريبة على السيارات الجديدة. وكلاء السيارات شرعوا كمرحلة أولى في الاستغناء عن المتقاعدين ممن تم توظيفهم كمستشارين ويتقاضون مبالغ كبيرة. بعدها اتجهت سياسة التقشف نحو الاستغناء عن الموظفين في المناصب الكمالية لتتواصل العملية حسب حجم الخسائر للتقليل من النفقات، خسائر سترتفع معها أسعار السيارات بداية من شهر أكتوبر إلى 10%. في غياب أرقام رسمية في ظل تكتم الوكلاء، يتباين عدد العمال المسرحين أو من يتم التحضير لتسريحهم من وكيل إلى آخر. التجمد اللي صارت به تضررت منه الآلاف والآلاف من العائلات الجزائرية اللي كانت تخدم في هذا الميدان. كاين مثل عدة علامات معروفة وصل في تسريح حوالي 252 منصوب في إطار الذهاب الإرادي، هذاك لو ديباغ فولونتير. الآلاف من مناصب العمل المباشرة وغير المباشرة يوفرها وكلاء السيارات، وتوجه الحكومة نحو تطهير سوق السيارات في ظروف اقتصادية يطبعها تراجع أسعار النفط سيكون له تداعيات سلبية في وقت يبقى الشغل الشاغل توفير مناصب الشغل ومداخيل خارج المحروقات.